صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا عبد. صباح الخير عليك يا بسام. صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا في حلقة أول أيام الأسبوع، حلقة السبت الموافق 24 ديسمبر. في الحقيقة يعني في يوم وليلة صحي أغلب المصريين ممن يعني بيستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي سواء كان الانستجرام أو الفيسبوك تحديدا، ولو إن هذه المواقع تحولت إلى أشبه ما يكون يعني جزء من الخيال العلمي بسبب الصور الخاصة بمستخدمي هذه التطبيقات تحديدا سواء كان زي ما قلنا الانستجرام أو الفيسبوك، حاجة كده أشبه ما يكون بأليس في بلاد العجائب أو جزء من سلسلة جديدة من أفلام أفاتار. والسبب هو صور كرتونية، الصور دي بتظهر الشخص يعني وكأنه في منظر أكثر بهاء وجمالا. أنا من وجهة نظري شايف يعني اللي بيستخدم هذه التطبيقات الناس اللي هي بتبحث عن الكمال، مناخير أصغر شوية، جسم أنحف شوية، لكن بيتجاهلوا تماما أو ما بياخدوش بالهم عن حرية المعلومات وماذا عن المعلومات الشخصية المتعلقة بيهم، لأن التطبيق ده هو تطبيق لينسا اللي تهافت عليه البعض في الأونة الأخيرة تحديدا كغيره من التطبيقات اللي ظهرت في الفترة الماضية، لكن ده يمكن أخذ أكثر انتشاراً وأكثر شكل من أشكال الرواج ليه. بنتكلم على 25 مليون مستخدم تحديداً قدروا اللي هم يستخدموا التطبيق ده أو يحملوا التطبيق ده علشان يستخدموه. فكرة الاستخدام بيحمل عليه من 10 ل 20 صورة علشان خاطر تطلع له النتائج، النتائج بتاعته بتكون شكل كرتوني في ورا منه بتكون خلفية ونجوم زي ما قلت لكم كده، جزء من يعني الخيال العلمي تحديدا اللي بتتحول ليها الصور دي. لكن أخبار حرية يعني المعلومات وتداول المعلومات الشخصية الخاصة بيك انت تحديدا، انت مجرد ما بتحمل هذا التطبيق بيكون النتيجة بتاعتك او المعلومات بتاعتك كلها انت بتوافق ان هو يبقى فيه استخدام ليها من قبل الشركة يعني صاحبة حقوق الرعاية لهذا التطبيق تحديدا، سواء كانت صورك الشخصية، سواء كانت معلوماتك، سواء أيضا كانت كمان الإيميل الخاص بيك. بنتكلم على الأشخاص اللي متاح ليهم يحملوا التطبيق ده وفقا للداتا الخاصة بهذا التطبيق، بنتكلم من 13 لما فوق، يعني تقريبا بس أنت بنتكلم على 13، فهو شخص قانونا لسه ما بلغش سن الرشد القانوني في أوروبا ولا في مصر. حرية المعلومات، أنا واحد من الناس لما أجي أستخدم التطبيقات دي بفكر مش مرة ولا اتنين، أنا بفكر ثلاث مرات. إيه مصير معلوماتي اللي أنا بحملها؟ إيه مصير صوري اللي أنا بدخل من 10 ل 20 صورة عشان يطلع لي كام صورة في النهاية؟ ومش مجانا، ده بفلوس كمان التطبيق اللي ظهر مؤخرا. ليه؟ فأنت واحدة من الناس بتحب تستخدمي التطبيقات دي أصلا؟ أنا عارف. عارف الإجابة صح؟ طيب أنا في الحقيقة يعني عملت يعني نزلت التطبيق وجربت الصورة دي من باب ان انا الفضول عايزة اعرف شكلي في العصور الوسطى هيبقى عامل ازاي او شكلي بالالوان الزيتية هيبقى عامل ازاي. في الحقيقة هي من الحاجات اللي كلنا فعلا زي ما احمد قال يمكن بيبقى عندنا شوية فضول انه يا ترى هبقى شكلي كده عامل ازاي لو الذكاء الاصطناعي خد صورتي وحولها صورة كرتونية، فضول مش اكتر. لكن لما قريت أكتر عن الموضوع لقيت الموضوع كارثي حقيقة، يعني من الحاجات اللي أنا اتضايقت جداً إن أنا عملتها لسبب إنه لقيت إنه مش هتكلم هنا عن تطبيق بعينه، لكن بعض التطبيقات للأسف لما بتدخل على لأن أنت ساعات كتيرة قوي التطبيقات دي بتطلب منك يا إما تدخل على حساب جوجل بتاعك يا إما تدخل على الفيسبوك، فأنت ساعات كتير بتستسهل وتدخل بيها على فيسبوك فتاخد منك صورك، فهنا في حاجة اسمها فيس ستيلر أو سارق الوجوه، من هنا هياخد وشك ويبتدي هو بقى يتصرف في موبايلك. مش هقولك بقى تركيب الصور والكلام ده، لا خلاص هو الموضوع ده بقى قديم، محدش بقى عايز يعمل حاجة بالصور ويركب عليها صور والكلام ده، لكن بقوا ياخدوا الوشوش وتفاصيلها ويبتدوا يستخدموها في حاجات تانية ليها علاقة بهويتك انت كشخص، من أول بطاقتك الائتمانية لغاية ما يدخل على حساباتك على فيسبوك ويبتدي ان هو يعمل لها هاكينج أو الحاجات دي كلها. ففي الحقيقة هنا الحاجات دي ليها خطورة
جامده جدا، بالذات لو بنتكلم على سرقه الهويه. الموضوع هنا بقى معقد شويه كتير، لانه الخبراء او خبراء الامن المعلوماتي ابتدوا يقولوا لنا انه يا جماعه كل شويه في تطور كبير للاستغارات اللي موجوده سواء على اندرويد او على اي او اس، مش كده كل شويه بنلاقي حتى ابديت. فالثغرات دي ابتدوا الهاكرز يستغلوها وابتدوا يدخلوا منها. طب هما بيستغلوا ده ازاي؟ بيستغلوا ده من خلال الابليكيشنز اللي فجأة بقت منتشرة جدا جدا وابتدى الناس كلها تجربها. احنا عارفين انه يمكن كلنا بنهزر وانه تكبروش الموضوع والكلام ده كله، فعلا احنا مش بنكبر الموضوع، لكن دي حقيقة موجودة النهاردة. امنك المعلوماتي بقى غير امن، انت بقيت في اي وقت دلوقتي متاح لاي حد، صورك متاحة طول الوقت، معلوماتك متاحة طول الوقت، حساباتك البنكية بقت متاحة طول الوقت، لانك صحيح. مدخل اكيد حساباتك البنكية على ابليكيشنز تانية، فلما ابليكيشن في ثغرة معينة يدخل ويبتدي يسرق معلوماتك أو هويتك أو وشك، من هنا هيبتدي يسرق حاجات تانية كتير. عامة يعني ده سؤال حلقتنا النهاردة، هزار ولا تغيير؟ ليه الناس كتير بتحب تعمل صورها بتطبيقات الموبايل رغم مشاكلها، وإيه أغرب حاجة شفتها؟ ده سؤال الموجود على صفحتنا على فيسبوك، مستنيين إجاباتكم اللي هنستعرضها خلال الحلقة النهاردة. لكن خلوني أسأل بقى زميلي عبد الصمد وأعرف منه. أنا تقريبا ما شفت لكش صورة معمولة بالذكاء الاصطناعي، يعني حتى الآن الحمد لله، ولا هتشوفي لي. يعني يمكن أنا قلت لك أنا بحب اللي أنا أفكر بدل المرة 2 و3، لكن التكنولوجي اللي بقت موجودة، يعني النهاردة احنا بنتكلم على تطبيق بيستخدم خاصية الستيبل ديفيوجن تحديدا علشان أو الاي اي علشان خاطر يقدر اللي هو يطلع لك صورة ما فيهاش ثغرة. يعني انت بتشوفي صورة هي من كتر حلاوة الصورة بتخلي الكل زي ما انت ما قلتي بتبتدي بفضول، والفضول بيجيب شخص واثنين وثلاثة، فأصبح عندنا مؤخرا بنتكلم في 25 مليون. الموضوع انت قلتي مش عاوزين نكبر قوي الموضوع، لكن انا من وجهة نظري وعلشان كده انت ما شفت ليه الصورة بالشكل ده تحديدا، انا بحس ان الموضوع هو فعلا كبير. مثلا هو فعلا انت قلت لا حاجة فعلا في منتهى الأهمية، فعلا ان فكرة ان انا ملامح وشي، انا بحط من 10 ل 20 صورة بجميع اوضاع بقى وشي يمين شمال من قدام. الفكرة كلها ان حتى كمان احنا اصبحنا دلوقتي في عالم التكنولوجيا، ويمكن ما بقاش في حروب. بص انا دخلت لك الموضوع، انت قلت انت هتكبر الموضوع، دخلنا في حرب كمان. ما بقاش في حروب موجوده دلوقتي على ساحه قتاليه، الحرب دلوقتي هي حرب المعلومه. فانت متخيله ان انت يبقى عندك معلومات عن 25 مليون مواطن؟ انت متخيله الرقم عامل ازاي؟ طيب خليني اسالك سؤال كمان. البعض بيقول مثلا، خليني اقول لك لو وجهه نظر تاني، حد دلوقتي يقول لك طب ممكن حد يقول لك انه طب ما انت الاكونت بتاعك على انستغرام بابليك، فاوريدي الوش نفسه صحيح. على الانستغرام طب ما هو موجود. في بعض الناس تقول كده، بس لو انت رجعتي لي انا معاك على الانستغرام او الفيسبوك، لو انت رجعتي ليه تحديدا، هضرب لك مثال تاني بحاجه تانيه نبعد عن الموضوع ده. الشات بوت اول ما ظهر كان فكره اللي انت بتبتدي تتعاملي مع شخص بتقولي له سطرين او ثلاثه، وكان ايلون ماسك هو اللي عامل التطبيق ده تحديدا او الفكره دي، اللي انت بتتشاتي مع شخص اصطناعيا او روبوت تحديدا، وبتسالي على حاجه هو بيرد، فبتقولي له مثلا الانترنت في مصر، فهو بيجمع الانترنت، او عندي مشكله في الراوتر في مصر، فهو يجي يقول لك يجمع الراوتر مع الانترنت، فبيعرف اللي ايه انت عاوزه ايه. فكانت الاجابه مقتضبه جدا في حدود سطر او اثنين، بتبتدي مره اثنين ثلاثه، وبيجي عند وقت معين يقول لك ايه هيتم التواصل معاك من خلال حد من المعنيين بالامر ده تحديدا، وتبتدي تكلمي انسان. ليه مره واحده الشات بوت ظهر بشكل يعني اكثر تكنولوجي واكثر انتشارا؟ لما معلومات، لما ايلون ماسك اشترى تويتر، فخد كل الداتا اللي موجوده على تويتر دخلها في الشات بوت، اصبح دلوقتي الناس بتلجأ ليه علشان يكتبوا باراجرافات، عشان يكتبوا موضوع تعبير كمان. ليه؟ انت ما بقاش الموضوع سطر ولا اتنين، جربي دلوقتي استخدمي الشات بوت، هتلاقي فكره المعلومات اللي بتطلع منه بقت كبيره جدا علشان عملوا لينك هنا وهنا. الفيسبوك والانستجرام حتى هذه اللحظه في المفروض خصوصيه في تداول المعلومات، ويمكن ده اللي دايما بتبقى حريصه عليه الشركه. احنا عرفنا ان ده غير حقيقي بالظبط. ايه اللي هيحصل بقى مستقبلا؟ الله اعلم. فعشان كده بنحاول قدر الامكان ان احنا نستخدم التكنولوجيا، ما نبقاش في معزل عن التكنولوجيا، ولكن بالشكل الامن. ده كانت وجهه نظري، لكن سؤالنا زي ما قالت عليه بسند، هزار ولا تغيير؟ ليه الناس كتيره بتحب تعمل صورها بتطبيقات الموبايل رغم مشاكلها، وايه اغرب حاجه شفتها من خلال هذه التطبيقات؟ ده سؤالنا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بينا في صباح الخير يا مصر، منتظرين اجاباتكم. صباح الخير على حضراتكم. صباح الخير يا مصر.